ليش ماني قاعده تحت؟ عشان هيك احلى، عشان من راي ما تشوف رايقة. رايقة ولا رايكة؟ رايقة. لا تفضل انزلي تحت لعنا. لا ما بدي، بدي هوني هوني. انا راجعة من المدرسة. ايوه. وتعبانة. ايوه. وبدي اضل. اوكي خلص. افتح الضوء. افتح الضوء لو سمحت. ايوه الله ينور عليك. يلا اسأل. لا سلمي. هاي سكر نحن يرجعنا الخاص. يلا اول سؤال. وليه سأل هسه سلمى؟ هاي سكرات نحن من وجهنا لكم فيديو جديد ويوم فيديو لليوم. لا تنسوا لايك وشير. هنجاوب على اسئلتك. لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب جدا بسيط وسوي تحت الوصف. يا رب نكون على سمع بننزلكم في يوميات. راح تضيفون على سناب شات لانه عم ننزلكم يومياتنا ونحن متواجدين معاكم على طول على طول وبنحبكم كثير 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 وبتمنى منكم. شوفوا سكرات بس بدي احكي لكم شغله. لقيت اسئله وحده سالي 10 اسئله بس انه سريع. اوكي طب لحظه بس لاقول لهم هالشغله. هلا انا اختفيت عن القناه تقريبا اسبوعين فالقناه نزل تفاعلها نزلت. فبتمنى منكم عندنا دعم طبعا. ايوه يعني كان علينا اختبارات والاسبوع أيوة. الثاني ما قدرنا نصور وتوثق سنابنا وانشغلنا مع السناب وخلوا على الله يا رب. بس ان شاء الله ما عاد رح نقطعكم ابدا. بتمنى هذا الفيديو من اول ساعه يوصل للالف لايك علشان تبدا. ايوه وعلقولنا كثير. اوكي لايك بنحبكم كثير كثير. يلا يلا وانتم بعدين يعني اذا انتم ها انه اسالوا اسئله اللي من هون ما بجاوب عليكم. ايوه بالسناب. لا ايه يلا وانا بجاوب يعني. يلا ابدا. اذا ما عندكم سناب فين يسالوا هون؟ طيب اسالوا لي كمان بالتعليقات وانا راح جاوبكم بالتعليقات. تكرم عيونك انت والسكرات. شو اسمك الحقيقي؟ شو اسمك يا روز الحقيقي؟ هذا من 5 ثواني فجاه. لا هذا من 3 ايام. يلا شو اسمك الحقيقي؟ روز. اسمه روز عبد الله. هيدا هو اسمه الحقيقي. كم عمرك؟ 11 سنة. هذيك المرة من يومين سألوني على السناب كم عمر روز؟ قلت لهم 12 سنة. قالوا لي بروز عمرها 11. لخبطت. ايه. شو اسم مدرستك؟ ما بنقدر. اكيد. شو اسم امك؟ براءة. شو هوايتك المفضلة؟ السباحة ولا التلوين؟ مو التلوين، مو الرسم، شو كانت؟ بس السباحة. شو اكلتك المفضلة؟ ملوخية بالأرانب. كم اخو اخت عندك؟ 3. روز الرابعة. شو اسماء اخواتك؟ نجمنا بهالسؤال عشان ما بحبه. لا عادي عادي. دلع. حنان. حنان. نور. نور. روز. طبعا ترقبوا نور ان شاء الله راح ترجع تتفاعل معانا بس من وراء الكاميرا. اوكي يا سكرات؟ فاذا حابين هيك تدعموها هيك اعطوها حماس بالفيديو لانه هي راح تقرا التعليقات. يلا يا روز كملي. شو اسم حسابك في روبلوكس؟ قلت لهم هذيك المره جاوبتهم. قلت لهم روز مره نزلناه فاجاها 300. ايه علق حسابها علق ما قدرت تدخل على اللعبه ما قدرت تسوي اي شيء فغيرت وسويت حساب جديد. تخيلوا بس علشان لانه علق ما شاء الله وانتم اقوى جيش واقوى جمهور عنا. والسؤال الاخير معلش قطعت. لا مو الاخير شو لسه بدنا نسال. ايوه ايه. مو السؤال الاخير من البنت. من البنت. انا عم بسال من البنت. ايه ايه ايه. سالت 10 سؤال. لا شو كان السؤال اي صف انت؟ صف سادس. يعني هالسنة ان شاء الله روز متوسط خريجة 2024. يلا السؤال الأول من بنت. اوكي ما بعرف اسمه بس اللي هو ايش اين تسكني بالضبط؟ انا بسكن بالعزيزية بالرياض. بالسعودية. شو لونك المفضل؟ احمر. زهرة. كل يوم لون. ما هو كمان هذيك المرة على السناب كمان هيك سألوني فقلت لهم والله خلونا نستنى روز لأنه كل يوم بتغير رأي. ليش اللي وراكي اللي وراكي ولا أعتقد عم تقول اللي وراكي ما يظهر معاكي إنه ليش إخواتك ما بيظهروا معاك؟ ما بحبه. هلا شوفوا كثير أسئلة بتيجينا بخصوص إخوات روز. هني ما بحبه. هني كبار عندنا سنوات
عندنا خريجي يعني متخرجي بخلص المدرسة كلها كامل ما ايه فعندنا سنة فهن كبار فبيستحوا يطلعوا على الكاميرا. ممكن لو كانوا صغار كانوا عادي طلعوا بس هلا كانت موافقة هن في البداية لما كانوا صغار كان حلو ان يكون عندهم قناة وتخيلوا كانوا يصوروا فيديوهات وينزلوها من وراي وكذا بس انا كنت رافضة هذا الشيء نهائيا. بس من 3 سنين اقتنعت بفكرة السوشيال ميديا مع روز وكذا وبديت. فهلا لما نبقى لهم للبنات انه تعالوا اطلعوا معنا كذا فانه يقولوا لنا لو انك انت مطلعتينا من نحن وصغار بادين هذا ايوه كان انه غير انه هلا يطلعوا هني وكبار. بس والله بس هيك لانه هذا السؤال كثير بيتكرر علي بالسناب وباليوتيوب وبالانستغرام وين ما ليش اخوات روز ما بيطلعوا. والسؤال اللي بعده مهنتك بالمستقبل طبعا دكتوره ان شاء الله يا او معلمه ان شاء الله باذن الواحد احد. وشو بعدين اوكي طن عم حاول ادور اسئله مو متكرره. ايوه برافو عليك. ترى على فكره اليوم روز هي اختارت انها هي تختار شو بدها تجاوب على الاسئله. الاسئله بحبك احبك متى ترسمين او تتعلمين نبغى فيديو ترسمين او تعرضين رسماتك رسماتك القديمه. خلص تكرم راح نسوي فيديو. انا ما عندي رسمة خرز ورسم الا انت وصغيره. هلا لحظه يا روز في سؤال كمان كثير هلا ما بعرف اذا انت عم بتشوفيه ولا لا اللي هو متى راح تلبسي الحجاب؟ ان شاء الله ان شاء الله لما يكون العمر المناسب لإلها لما يعني هي يكون عمرها 15 16 سنه ان شاء الله ايوه تتحجب يعني. بس هلا لسه روز صغيره يعني خليها تستمتع بطفولتها لانه انا وين ما رحت بشوف هذا الحجاب السؤال ايمت روز راح تتحجب. للروز لساتها صغيره بس يعني تكبر شوي تعيش هيك شوي طفولتها راح تتحجب مثل اخواتها. اخواتها كلياتهم على فكره متحجبين فبس شوي يعني ان شاء الله هيك عمر 16 15 مثل اخواتها. اخواتها تحجبوا على 16 انا بدي 13 لا خلينا على 16 انت بيكون عقلك ناضج. لا انا بدي 13 ما بتكون ان شاء الله بنشوف من هون ل 13 بنشوف شو بيصير وشو ربي بيكتب لنا اياه يعني. انا حاجه حجب 13 الصراحه يعني اللي هو هيك انا هلا اجاوبتكم يلا ان شاء الله الله يستر عليكم وعلى المسلمين اجمعين. طبعا هذا الحجاب فرض علينا ولازم الحجاب بس مثل ما عم بحكي لكم روز لساتها انا بدي 13 الصغيره روز لساتها طفله. هلا بعدين بنحكي بهذا الموضوع بس ان شاء الله اسئلتي اكيد راح تتحجب في المستقبل. عندك قطه؟ لا. كم عمرك؟ ما بجيبي قطه راح اخذك على محل القطط. هذا بعد. كم اخت عندك؟ خلص انت لا تجاوبي على الاسئله المقرره ارفعي هيك جيبي الاسئله المفضل. لا صح. ايش اكلتك المفضله؟ ملوخيه بالحراري. روز 200 سؤال معقول ما في اسئله هلا مختلفه؟ ارفعي هيك ارفعي افتحي لفوق 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 لتحت قصدي. ايه لتحت انزلي يلا يلا. هل عمرك سافرتي؟ لا لا حتى يعني هيك الاماكن المدينات لا يعني حتى مثلا مكي ما راحت رياض هي بس بالرياض أبها. بس بالرياض يعني من اول من ولدت روز وهي بالرياض ما سافرت ابدا يعني ولا مكان طلعت لا ابدا ما طلعنا برات الرياض نهائيا. والسؤال اللي بعده ليش ما بتزوروا سوريا بلدكم؟ ان شاء الله ما سافرنا يعني عشان نروح بلدنا. ان شاء الله بالمستقبل اذا ربي كتب لنا نروح نزور سوريا ان شاء الله بنروح وبنعرف روز على بلدها الجميل ان شاء الله. الله ييسرها معنا. والسؤال اللي بعده ايش اكبر مصيبه سويتيها؟ ايش اكبر مصيبه سويتيها؟ اكيد اكيد انا بحكي لكم كنا عم نصور فيديو وكسرت كاسي. تتذكر عادي عادي وبس يعني وكملت عادي تصوير الفيديو انه خلص انكسرت. اوكي يلا هاي حلوة يلا. اكثر مادة تحبيها؟ العلوم. علوم؟ لا لغتي علوم رياضيات ما رياضيات كل المواد. لا رياضيات ما بحب لا الانجليزي ولا الاجتماعيات وبحب الانجليزي بس ما كثير وش كمان كان خلاص. وكمان اسئلتي طبعا 100 سؤال ما شاء الله. كم ليش ما بتطلع اخواتك جاوبنك؟
هل كنت متوقعة 1,000,000 وأكثر مشتركة لقناتنا؟ طبعا لا أبدا أبدا، ما كنا متوقعين هذا الشيء نهائيا، بس بمحبتكم انتو لألنا ودعمكم لألنا هو اللي وصلنا للمليون وحققتوا لنا حلمنا طبعا، وتوثق سنابنا. يعني بنحبكم كتير، عن جد بنحبكم، إلكم محبة بقلبنا كتير 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 كبير. يعني لو شكرناكم من هون لآخر العمر يعني ما رح نوفيكم بصراحة. يلا ابدأ سؤال تاني من بنت تانية اسمها، طبعا انا راح احاول ان اللي انا نصن ما قدرت اعرف يعني نخبط اسماء. اسمه مياد او مايدة اللي هو، اكره مادة عندك الالتا اللي هو الانجليزي والاجتماعية. لا الاجتماعات بحبه بس انه شوي صعب انه تواريخ واشياء، يعني انا هذا انه ما بتحب تحفظ الارقام. كم عمرس جاوبنا؟ كم عمرس؟ اوكي اسمها مياد، صف اول متوسط، احبك اتمنى اشوفك يوم من الايام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بعتقد هيك الاسئله رحنا جاوبنا على بس اهم الاسئله. اطلع واحد انه مثلا يلا هلا لما ننزل لكم فيديو الاسئله سالونا اسئله انه مختلفه تماما عن الاسئله المعتاده، شو رايكم؟ في احد سال اسم بنت كروز. هي اسمها روز. خلاص خلصوا الاسئله كلها مكرره على فكره، 250 سؤال بس الأسئلة كلها مكررة، شو اسمك شو عمرك شو 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 شو. فرحنا أخذنا هذا آخر في الأسئلة. لا إن شاء الله لا رح نضل عم النهاية كل فترة وفترة، لأنه بيجينا متابعين جداد بيجونا سكرات جداد. أحلى إشي يا روز دايما شو بيكتبوا لنا إنه أنت الوحيدة من اليوتيوبرز اللي ما غيرت المقدمة لإلك، إنه بيحبوها لهيدي المقدمة كتير كتير. صح كتير كان كتير. في سؤال كم عمرك بديت لما أول ما بديت القناة؟ كم كان عمرك؟ سبعة سنين. بعدين حذفنا قناة بدنا ايوه هو بدينا 6 سنين بعدين، يعني بدينا لما كان عمره 6 سنين بس مو بديناها البداية الجدية، يعني ضلينا سنة ننزل يوم شهر ما ننزل كذا، فكنا مهملين جدا. بس على 7 سنين لا خلاص بدينا بداية الجد والتزمنا والحمد لله. 8 و9 و10 ايوه والحمد لله. 8 سنين لا واحد 5 سنين انا مسوية هيك. روز انت يعني بديتي 7 وعلى 8 اللي هي اللي 8 سنين. 7 بدينا بس ما كنا انه كتير اللي لا 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 خلاص اللي هو 7 بعدين على 8 بدينا البداية الفعلية. يعني احنا قلنا معاهم تقريبا 3 سنوات راح ندخل بالسنة ان شاء الله الرابعة، عرفتي؟ لانه انت هلا كم عمري؟ 11 زائد 1 زائد 2 زائد 1 وبس جود باي. هيك نهايه فيديونا، هيك كان فيديو اليوم. لا تحط اللايك وشير وسبسكرايب جدا بسرعه، كتبت الرسائل تحت بالوصف وضيفونا بالنسبه عم ننزل لكم يومياتنا، وحطوا لنا لايك واشتراك وبس سلام. تعليقات حلوه ولايكات كثير كثير كثيره، وروحوا ضيفونا على السناب. اليوم في فعالية كتير حلوة روز راح تسويها لأول مرة، اوكي؟ ما اقدر عشان بدي اختبار نافس. يلا بنشوف. سلام قلبي قلبي قلبي. شفتوا عم بصور لكم انا عندي اختبار نافس بكره.